من وجهة نظرك شايف ان الدوري السعودي قوي والمنافسة شرسة، ولا شايف ان الامر مقتصر على أندية الصندوق فقط؟ لا انت بتشوف طبعا في 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 فروقات، لكن في شراسة، وفي نفس الوقت انت لا تستطيع انك انت تتنبأ بنتيجة المباراة اطلاقا مهما كان قوة الفريق. وبعض الاحيان تذهل، يعني زي مباراة الهلال والحزم كانت نتيجة كبيرة، ولكن لا يعني انه الحزم كان يعني في جميع المباريات اللي فاتت كان سيء، بقدر ما انه لا تنسى انه كان الدوري كان متوقف وفترة، وهذه اثراء التوقف ده بتصير يعني تاثيرات سلبيه. اضافه انه عندك اللعيبه يعني اللي هم في نادي الهلال عندهم اكثر من منتخب بيشاركوا، فروحهم موجوده، لياقتهم موجوده، هذه كله تاثير ايجابي على اداء الفريق، اضافه الى المجموعه، وما يشوفوا انه من تحدي، ما في شك انه في تحدي الان على ارض الواقع انه بين النصر والهلال مين يحصل على البطوله، رغم ان انا عارف مقدما ومسبقا ويعني ان البطوله لنادي واحد. مين النادي اللي انت بتقول عليه مقدما ومسبقا؟ اشمعنى نادي النصر؟ انه هو اللي حيحقق البطوله لانه عنده كل القدرات والامكانيات اللي حققها، وفي نفس هو اعتقد واحد من اهداف المشروع انه يكون له تواجد في الدوري ويحقق البطوله، على عشان الاسم الكبير للاعب الكبير رينالدو يصير يدخل بطوله اسيويه، يدخل بطوله انديه كاس العالم القادمه بنظامها الجديد، يشرف الكره السعوديه في هذا المحفل. يعني انت رايك ان النصر هيحقق الدوري كده كده من بدايه الموسم كنت شايف ان هو يحقق اللقب الدوري عشان خاطر رونالدو، ولا عشان هو دعم بلعيبه كويسه؟ لا هو مشروع اصليا، يعني هو تعرف اول قبل مشروع الصندوق كان العام الماضي كان موجود رينالدو، وكانت هي الانطلاقه لهذا المشروع. في نفس الوقت انا بالنسبه لي يعني انظر لها لمصلحه الكره السعوديه، الان عندي انا لاعب بحجم واسم وقامه لاعب كبير، وفي نفس الوقت على مستوى الانتشار الاعلامي، على مستوى الانتشار الرياضي، على مستوى المشروع نفسه، انظر في من جميع النواحي. صح انك انت كمشجع لناديك سواء اتحادي هلالي اهلاوي تنظر بنظره غير، بس هناك نظره اخرى لابد ان نحن نقدرها ونعرف الاسباب اللي ادت الى انه بعض الاحيان انه لابد انه يعني ننظر للجانب والحس الوطني يعني.